السلام عليكم. اليوم نروحوا لولاية عين تيموشنت لنقف على تجربة فريدة من نوعها ورائدة وفي إنتاج الحمص، هذا المورد الهام يعني في النظام تاع التغذية بصفة عامة اللي كنا نستوردوه، لكن في الآونة الأخيرة تم استحداث مزارع واستثمارات في إنتاج الحمص ونجحت ودارت نتائج يعني غير مسبوقة. نخليكم تتابعوا هذا الفيديو نتاع هذا المستثمر اللي دار ثورة في ميدان إنتاج الحمص، ولا إن شاء الله العقوبة لمواد أخرى وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي الذي نصبوا إليه. نخليكم تتابعون والسلام عليكم. ندير لي واحد 6 سنين و7 سنين و 8 سنين تجاري مع المعهد الوطني ابحاث زراعيه مخصص في البقوليات. رانا جمعنا ود 10 اصناف كانوا عندنا، رانا كل عام رانا مده 5 سنين رانا كل عام نقصوا فاريتي على حساب الادابتاسيون تاع لا ريجون تاعنا، على حساب التاقلم تاع الجهه تاعنا. الحمد لله من ذوك الربعه تاع الاصناف رانا درنا ثلاثه دروك، ثلاثه راهم عندنا صدقونا. وصلنا الموسم كان معيار، كان معيار ما نعرفوا الصيف اللي يقاوم الجفاف وليقاوم الأمراض الفطرية. احنا ولاية عين تيموشنت معروفة بمادة الحمص، هي رائدة على المستوى الوطني، وكنا عندنا رودمون كبير في السنين الفارطة اللي فاتت، كنا نلحقوا 14 15 هكتار. وما يخفاكمش هذا العام في الجفاف وعلى هذه الامراض اللي جات وكل شيء، سنا الحمص ما جاش عندنا. المساحه المزروعه خلال الموسم 2021 2022 هي 4550 هكتار، وعدم بلوغ الاهداف المسطره والذي يجب ان نعلن عنه هو عدم توفر البذور في الوقت الملائم على مستوى تعاونيه الحبوب، وخاصه وبالخصوص الظروف المناخية اللي كانت غير ملائمة تماما لهذه الزراعة. والظروف المناخية هذه هي نفسها اللي كانت سبب في ظهور أمراض فطرية خاصة في نهاية الربيع، وكانت سبب في إتلاف مساحات تم حرثها تماما. المساحات المتبقية تبقى جد قليلة، وهذه المساحات لا يكون فيها المردود لا يتعدى 5 قناطر في الهكتار. الحمص هذا هو مانيش عارفين هذه الحيه اللي راه سيطرت. يعني الامراض الامراض كثرت بالقوه بزاف بزاف. كانت بكري كاع ما نسموش، انا كنت حاسس بالظن تاعي الحمص ما كانش يضرب. ما كانش، كانت العنب ينضرب ذيك بصح الحمص ما كانش يضرب. مدو ميلي سازيليا هذه حاجه الهيه ما فهمناهاش. تزرعها تشعب الغد تجي تقاها مزباله. دير دواء ولا ما ديرش كيف كيف. السنا كان اثر عكسي، هنا مارس افريل طاحت الشتاء كما نقولوا كما تاع الربيع متاخره، هذاك الميكرو كليما كما المناخ تبدل اثر سلبا على مردود الحمص. ظهور الامراض الفطريه من بينها الفوزاريوس والاوتراكنوس. الاوتراكنوس عندنا الحلول عالجناها، بصح الفوزاريوس الحلول تاعها هي تكون بذور معالجه. بذور معالجه في الجهه تاعنا هنا الثقافه تاع الفلاحين هنايا ما يسبقش البذور، الصباغه دايرها غير في الحبوب في الشعير في القمح ولا في التريتيكال. كاين فلاحين اليوم اللي زرعوا نوع واحد اخر تاع الحبوب الجافه اللي هي اللوبيا البيضاء اللي احنا نستوردوها اليوم، هو سي ابراهيم غراس اللي يزرع منها من 20 و 15 حتى اكثر، يعني كل سنه يزرع.
انا هذه المهنه مارستها، راني كانت عندي راني فيها 15 عام ولا 20 عام وانا نخدم هذه البقوليه الشفق. بصح اللوبيا راه باقي لنا فيها مشكله، باقي لنا مشكله تاع الالات الحصاده هذه اللي عندنا، وحنا كنا ننتروها ونعاودوا نديروا لها منظره وندرسوها بالتركتور تلقى منا فيها الله ما نديها بزاف تتكسر وتتكسر. وانا طالبين هذه الاله، هذه الاله جينا في اقرب وقت اللي تدرس اللوبيا الحصاد، اله الحصاد وها الخير تاع اللوبيا. يعني الشيء اللي نقولوه هو ان يعني كاين ناس قادرين يرفعوا التحدي فيما يخص يعني انتاج البذور، انتاج الحبوب الجافه، لان اليوم احنا نستوردوا عدس، نستوردوا حمص، نستوردوا لوبيا، ولكن يعني هذا نموذج من نماذج يبقى يعني اليوم لابد ان نرافق يعني هذا المنتجين، نوفر لهم يعني الاحتياجات تاعهم وهم يعني يقدروا يخلقوا المعجزات يعني فيما يخص الرفع من المردوديه والانتاج. راك تشوف يعني قنطار واحد يجيب لوبيا اليوم، احنا ما راناش ننتجوها كثير يعني هذا الماده تاع اللوبيا نستوردوها. نتمنى يعني ان شاء الله يكون خير في المستقبل ان شاء الله.